بدي اجي ارسم. هيا نقول هيا. طيب عندي انا هذا السطح، لو انا اجيت ل الشكل تبعي هيك مرسوم صح، انا بدي اياه بهذه الطريقة يكون معمول. طيب نيجي لل perspective، هنيجي على التشانل بوكس. اول اشي هو موجود في الاكس والواي والزد، هي هنا مكانه بالنسبة ايش للجريد روتيت، وهي السكيل تبعه عادي بناء على المقاس اللي انا عاملاه. هنا انا بدي اياه هيك شوية. اول شغلة عندي من ورا اللي هي ايش الظهر تبع المكتب، انا بدي اخذها بالشكل تمام. كيف بدي اخذها؟ الوقت انا بدي اجي ايوه هيك من ورا المكان، بدي اقسم هذا الشكل تقسيمه، اقول له انه انا بدي اياك تتقسم هيك من هان، وانزل منك تبعت الظهر. كيف هذه بدي اعملها؟ احنا قلنا في طريقتين، يا اما ايدج لوب، في طريقتين للايدج لوب، يا اما بخليه على دايم مدور الشكل، يا اما بوصله بين ايش ايدج وايدج. الافضل هذه النقطة اني اخليه بين ايدج وايدج. هلا انا عندي هذا السطح بدي اقسمه، بدي اجي اقول له انت ممكن اجي اعمل له بكليك يمين بالشيفت، اقول له انا بدي اياك بالايدج او من هان الموديل توكيت، اقول له انا بدي اياك الايدج بين هذا الايدج وهذا الايدج، انا بدي اعمل توصيله ما بينهم. فانا حاجي بكليك يمين مع الشمال هقول له انه ايش انسرت ايدج لوب. اعمل ايش انتر ايوه ايش صار عندي مكان الفيس هذا صار لحاله. طيب هلوقت انا بدي اجي على الفيس، هاي الفيس تبعتي، اطلع من الامر واقول له بالشيفت واضغط كليك يمين واقول له اكسترود ايوه. خليني اشوف من جميع الجهات كيف قديش طولها. هيا هيا هيك تمام. انا هني عملت الظهر تبعت المكتب. بدنا نيجي نعمل رجلين، انا عندي هنا هذه منطقة وعندي ايش هذه الفتحة. انا ايش بدي اسوي في هذه الحالة؟ رح اجي اقول له بدي اقسم هنا، في هنا وسع صح؟ في حفة محطوطة ايوه هذه، انا هقول له بدي اياها الها وسع. حاجي اقول له بالشيفت، انا عندي هاخد الايدج هذه الايدج هذه واعمل بالشيفت والماوس واقول له انسرت ايدج لوب. هاخد انتر، لكن انا هنا بهمني يا ريت بدي اقسم صح؟ بدي اخذ من هذا الايدج لهذا الايدج اللي هي من هان هذه بتاعت المكتب وهذه وهذه صح؟
بدي أجي أقول له من هان لهان وبالشيفت هاي هعمل انتر هعمل ايش هنا انتر طبعا هو اخذ من اخر نقطة انا هعمل انتر واخد ايش رح تاخد وقت كتير وانتو احدد الجات طيب رأيت انا عملت اسطح صح هنا اي هنا في سطح اي هنا في سطح وهي هنا في سطح فهو الصح انا كمان هنا هعمل كمان ايدج عشان اطلع منها وهذه اطلع منها وافرغها طيب هيني انا عملت كل هذا حاجي على السطح على الفيس هنا واقول له ديروا بالكم هنا ايوه هيك كده هدول انا هعملهم اكسترود لايش لتحت شوف لوين انا في فيس هنا ماسكه غلط ايوه وهيو 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 ايش اكسترود لكن هنا ضلت ايش الفتحة هذه هذه الفتحة ايش بدي اعمل الدرج هذا بدي افرغه يا ما برجعه بس بالاول في هنا حفة بدي اعملها في هنا حفة وبعدين ايش هذا الفيل بدي ايش ارجعه اخليه ايش كأنه ايش داخل لجوا فانا ايش هعمل حاجة اقول له انت كإيدج هنا وهنا اختار هدول واقول له انت شيفت شو لا ليش هو ينزل من فوق هاي من تحت انا بدي اقطعها انا بدي اقطعها من الشكل نفسه عشان هذا عشان اقدر اتحكم في هذا الفيس فهمت علي
طيب بدي اجي على الفيس. ايوه انا حذفته بشكل عام هالوقت، قريت هو صار هنا مكان فاضي، شايفين كيف؟ لكن انا ممكن ايش زي ما انتم حكيتوا، انا هيك فرقته فاضي، فيش اشي مكانه. ممكن ايش اجي اعمل لو انا بديش اياه يكون فاضي، او يعمل لي شكل كانه ايش داخل لجوا بالاكسترود. شايفين كيف؟ هيك تمام، هيك انا خلصت من الشكل هذا تبعي. بس هو مش داخل لجوا، هو بس زغر الفيس تبعي. خليني بس اشوف عشان انا هنا مش شايفه من الفرونت. هيك تمام، اتوقع كده تمام. انا يعني هيك ايش عملت مكتب ليلي تمام. هو سهل لكن